طيارة اللي هي قذيفي قذيفي ايه علاقة شديدة المضحك طلعت بضحك واو قذيفي سلوى تطلع قذيفي هلا ايه اسمعي اسمعي كيف طلعت هلا هلا بدها تطب طبي 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 يا طيارة ما بتحسين تطب علينا هلا طبي طبي عشان تضحك كيف طلعت؟ طلعت هلا الفكرة أنا اجتني من سنتين تقريبا كان عيد وكان أولاد عم يلعبوا بالألعاب النارية فصار انفجار بالألعاب النارية وهيكي يعني أولاد عم يلعبوا فالبنت خافت فورا أنا طالعتها وقلت لها لا يعني عادي هدول أولاد عم يلعبوا يعني ما لا تخافي يعني يا سلوى ايش سويتي؟ ايش شو عملت الطيارة بتو احكي لي هيك سلبت كثير وكان نخمع وانا ضحكت من الطيارة انت ضحكتي من الطيارة؟ كثير ضحكت ليش ضحكتي؟ لانه الطيارة ما توقف بس بتضحك الطيارة ما بتوقف بس بتضحك؟ بتقول اضحك اضحك مني هيك بتقول الطيارة؟ هيك الطيارة بتقول اضحك اضحك مني؟ هلق بعد ما فتت وكذا خطرت لي الفكرة أنه شغلي منيحة بما أنه اقتنعت يعني هي أنه بالفعل هذا أولاد عم يلعبوا فصرت كل ما تجي الطيارة أو كذا طالع الجوال قل تعال نضحك هذول الأولاد عم يلعبوا وكذا هذا عيد ميلاد هذا هذا عيد كذا يعني قدر الإمكان أنه حاول أنه فهمه أنه هذا شيء ما هو سيء شلون هذا شيء بضحك يعني بعدين بدأت تصير تفهم انه شيء بيموت هذا شيء كذا بس من هلق لهذاك الوقت بيكون على القليل فهمت ايش نحن وايش قضيتنا وايش صار لنا 9 سنين بنوجه رسائل ملينا من توجيه الرسائل بدنا بس هالاطفال تعيش حياه كريمه بس لا اكثر ولا اقل طموحات ما ضل عنا تمام طموحنا الاول انه نعيش حياه ما فيها قصف ولا فيها طيران والاولاد يتعلموا ويكملوا حياتهم وبس Ha 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 ha